استمرارا لشحنات المساعدات المصرية المقدمة إلى ملاوي الشقيقة التي تأثرت بالإعصار، وصلت طائرة شحن عسكرية مصرية ثابتة أو ثانية تحمل مساعدات دوائية، وذلك في إطار التزام مصر بدعم الأشقاء في ملاوي وانطلاقا من مسؤولية مصر نحو مساندة الجهود الحكومية والأممية ومساعدة المتضررين من الإعصار، والذي أودى بحياة حوالي 60 مواطنا هناك.